بسم الله الرحمن الرحيم. أما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سجاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به عبا ونباسا وجنات أرفاسا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق بالسور حتى تأتون أفواتا فتأتي السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مهابا لا يجدون فيها عذابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وساقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا وذوقوا ولم يجدوا إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكعيا أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كتابا جزاء من ربك أداء النسابة رب السماوات والأرض وما بينهما إلا بال وما بينهما إلا من رحمن لا يزلون إلا دون إنه قدابة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إنا بن أدين له الرحمن وقال سرابا لم يقول قال سرابا.